ثانوات ما حرركم في الحلقة السابقة بعد التوصيات في الخطوة الثانية، وأنا بمكن الطفل في القراءة لحركة الفتح سواء كان كلمات أو جمل، وقلنا في خطوتين بعملهم من أول اليوم الرابع لنهاية حركة الفتح، وهو قراءة اللوحة وتنزيل الكلمات حتى الجمل. وبسبب أن الفقرة اللي هي تنزيل الكلمات للطفل فقرة مهمة جدا، في الحلقة اللي فاتت دينا بعض التوصيات، وفي هذه الحلقة هنكمل هذه التوصيات عشان المعلمة تنجح في تنزيل الكلمات والجمل وتمكين الطفل في قراءة هذه الكلمات والجمل قراءة صحيحة. هو دي اللي هنعرفه مع حركم، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من دورة الطفل العبقري تعليم الطفل مبادئ القراءة والكتابة مع حضراتكم سمير الكومي. في هذه الحلقة هكمل مع حضراتكم أهم التوصيات المهمة جدا اللي لابد المعلمة والمعلم يراعوها أثناء تنزيل الكلمات على السبورة للطفل. التوصية الأولى إن كل فقرة من كتاب علمني أقرأ بنخدم عليها بصفحتين في كتب الواجبات، وكل فقرة بنخدم عليها يومين قراءة ويوم إملة. يعني فقرة الحروف اللي من 3 أحرف مفردة مثلا باخد بدرسها مع طفل في يومين أو 3 قراءة، وبخدم عليها برضك هي نفس الفقرة إملة حصتين أو 3 إملة. لكن يهمني إن كل فقرة من الفقرات دي بتاخد معايا في القراءة يومين أو 3، ومش شرط ان انا انهي كلماتها بالكلية. يعني لو الفقرة مثلا تحتوي على كلمات من 3 أحرف فيها 20 كلمة، مش شرط ان انا ادرس الطفل 20 كلمة كاملين، عادي جدا انا على الفقرة اللي بعد اللي بعد كده، عشان مربطش او اطول زمن تدريس الحروف او زمن تدريس الكلمات بحركة الفتح للطفل فترة اكبر من حجمها. التوصية اللي بعد كده، من الممكن ان احنا نستعين بكلمات قديمة خدها الطفل مع الكلمات بتاعته اليوم النهاردة. يعني النهاردة مثلا هيدوله 6 كلمات اكتر او اقل، من الممكن ان ادخل كلمتين قدام خدهم قبل كده عادي جدا وانزلهم مع الطفل، بحيث ان اربط القديم بالجديد. وما بخش في حركة الكسر او حركة الضم، من الممكن ان ادخل كلمات بحركة الفتح خدناها قبل كده عادي جدا، ممكن انزل 2 أو 3 ما كترش عن كده في اليوم اللي هاديله كلمات جديدة بحركة الكسر أو الضم. من الممكن تفعيل التعليم بالخطأ، يعني إن أنا مثلا وأنا بتملى الكلمات للطفل بقوله مثلا ده راء ساء، وروح جاي كاتب الساء دي بالثاء كأنها ثاء، والطفل لا يغلطني إن أنا ما طلعتش فيها طرف لساني فينفعش أكتبها ثاء، وهكذا. فمن الممكن تفعيل التعليم بالخطأ، لكن إمتى؟ لما الطفل يستوعب كده. يعني ما ينفعش مثلا طفل ما مكنش اصلا وانا خطأه، فانا كده بزيد الايه، بزيد الموضوع صعوبة على مين؟ على الطفل. تفعيل وتنزيل الكلمات على السبورة من خلال التجربة ممكن يستمر معايا لحد حركة الضم. يعني ممكن حركة الفتح بفعل تنزيل الكلمات على السبورة، وحركة الكسر بفعل تنزيل الكلمات على السبورة والجمل، وحركة الضم كذلك بفعل تنزيل كلمات الجمل على السبورة. لكن بداية من أول المادة بالألف ببدأ أفعل الكتاب ويفتح الكتاب، وأطلب الأطفال يفتحوا الكتاب ونقرأ من الكتاب ونفعل جميع الفقرات منين؟ من الكتاب. بنطلب من الأطفال إن هم يجلدوا كتاب القراءة، لأن إحنا بنشتغل منه كتير جدا، فالتجليد الكتاب ده عليه عامل كبير جدا إنه بيحافظ على الكتاب معايا أكبر فترة ممكنة. وبننصح الحضانات إن تجلد 30 نسخة وتركنهم في غرفة الوسائل التعليمية، بحيث لما نحتاجهم نفعلهم داخل الفصل يبقى موجودين ومجلدين، يتحفظ عليهم فترة كبيرة جدا ونفعل القراءة منهم، لأن تفعيل القراءة من الكتاب عليه عمل كبير جدا إن يمكن للطفل كويس جدا لهذا الموضوع. الملحوظة اللي بعد كده، بندرب الطفل على الحفاظ على الكتاب، وإن يخرجه برفق ويتعامل معاه برفق مع الحفاظ على الكتاب نفسه، وكمان ندربه على الصفحات بتاعة الكتاب، الصفحة اليمين، الصفحة اليسار، أعلى الصفحة، وسط الصفحة، أسفل الصفحة، وندربه كمان على الرقم الصفحة نفسه، لأن أنا يهمني لما بخش الفصل أقول له طفل افتح كتابك على صفحة كذا، على الفقرة رقم كذا، أو الفقرة اللي أعلى الصفحة اليمين، وتحط إيديك على أول كلمة. إن دربنا الطفل ونجحنا في الموضوع دوت، دي عليه عامل كبير جدا إن الطفل يتعامل مع الكتاب بكل سهولة ويسر ويحافظ ويحافظ عليه. اللي بعد كده بدرب الطفل على ان يكون في مسافة ما بين الكتاب وما بين عينيه اكتر من 20 سنتي، بحيث احافظ على عيون الطفل ونظر الطفل. كمان بحاول اضرب الطفل انه ما يستيتش على الكتاب بكوعه او بايديه او بجسمه، فدي بيؤدي الى تقطيع الكتاب وعدم الحفاظ وعدم الحفاظ عليه. بدربه ايضا انه يعرف السطر الاول من السطر الثاني من السطر الثالث، اعلى الصفحة او اسفل الصفحة، لان ما بطلب منه حط ايده على كلمة معينة او يشاور على كلمة معينة، فممكن احددها من خلال من خلال السطر نفسه. بدرب الطفل على جلسة صحيحة اثناء فتح الكتاب والنظر فيه والتعامل مع الكتاب. في فقرة تنزيل الكلمات ناخد بالنا
هل من الممكن بقى انها تهجر كلمات للطفل او ما تهجرش كلمات للطفل؟ الموضوع ده عليه خلاف، لكن ان قدرنا بقدر الامكان ان احنا ما نتهجاش الكلمات للطفل يفضل ان انا ضرب طفل على القراءه السريعه، لكن لو الطفل ومستواه يستدعي ان يتهجله ما فيش مشكله ان احنا نتهجله في البدايه عشان ندربه بس على القراءه ونيسر عليه، وفيما بعد الغي معاه موضوع الايه، موضوع التهجي. اثناء تفعيل الكلمات والجمل، لو هخش على الجمل او هدرس الطفل جمل يفضل ان انا اقرا له الكلمات السابقه كل كلمتين مع بعض او كل ثلاث كلمات مع بعض. ليه؟ لان لما بخش في الجمل وافعل الجمل مع الطفل فتلاقي الطفل وعنده جملة من كلمتين لما بيجي يقرأ الكلمة الثانية تلاقي نسي الكلمة الأولى، تمام كده؟ وبالتالي قبل ما أخش على فقرة الجمل أصلا يفضل إن أنا أدربه على قراءة أكتر من كلمة مع بعض بطريقة سريعة وبطريقة تمكنه فيما بعد إن يقرأ الجملة معايا بكل سهولة وإيه ويسر. بننصح بعد الانتهاء من كتاب علمنا أقرأ إن إحنا ممكن نعيد عليه قراية من أوله لآخره مرة أو مرتين أو ثلاثة، يعني نختمه مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني كقراءة سريعة بحيث نمكن الطفل أكتر وأكتر في قراءة الكلمات في جميع الدروس سواء كان كلمات أو جمل. بعض القائمين على عمليات تعليمية بيقول لك إن في حركة الفتح والكسر والضم يفضل إن احنا نأجل الجمل للطفل لأنها تبقى صعبة عليه في الفترة الأولانية، يعني بيديله كلمات فقط لغير بحركة الفتح، يديله كلمات في حركة الكسر، يديله كلمات فقط في حركة الضم، ولما يخلص حركة الضم يبدأ يديله جمل بحركة الفتح ويديله جمل بحركة الكسر ويديله جمل بحركة الضم. ففي بعض القائمين على عمليات تعليمية يقول لك إحنا عاوزين نأجل الجمل، لكن لو الطفل يستوعب الجمل من اول الدرس تديله الجمل عادي جدا، في حركه الفتحه اديله جمل، في حركه الكسر اديله جمل، في حركه الضم اديله جمل. لو العمليه التعليميه او الموقف او المستوى بتاع الطفل داخل الفصل يستدعي ان احنا ناجل الجمل ناجل الجمل، مفيش ايه، مفيش ادنى مشكله فيه. من الممكن ان احنا نلاقي مستوى الاطفال في القراءه متقدم ومتاخر في الكتابه ومتاخر في الاملاء، الموضوع ده ما سببش مشكله، لكن لو قدرنا ان احنا نجمع الثلاثه في مستوى واحد بالنسبه للطفل يبقى كويس جدا، او نمشي الثلاثه مع بعض يبقى كويس جدا قراءه وكتابه واملاء، وبنسعى في الموضوع دوت من بدايه تعليم الطفل القراءه والكتابه. لكن لو لقينا الطفل متقدم في القراءه ما بسببش اي مشكله فيما بعد، بيتدارك هذا الخلل في المستوى ما بين القراءه والكتابه والاملاء في الايام القادمه ان شاء الله. فالموضوع ده ما يسببش قلق أثناء تعليم الطفل القراءة والكتابة. بننصح بعد كل مجموعة دروس نعمل عليهم مراجعة، يعني نقرأ كلماتهم، نقرأ الجمل بتاعتهم مرة واثنين وثلاثة بحيث أمكن الطفل أكتر وأكتر في الدروس السابقة والدرس الحالي. بكده اتعرفنا على أهم النصايح المهمة جدا اللي بطبقها أو باخد بالي منها أثناء تفعيل الفقرة الثانية في اليوم الرابع والخامس والسادس فيما فوق لحد ما انتهي من الجمل، وهي خطوتين: أقرأ اللوحة وتنزيل الكلمات. فقرة تنزيل الكلمات خدنا فيها بعض النصائح الكتيرة جدا اللي لابد ان نراعيها، لان الفقرة دي تهمني جدا جدا، لان هي دي مربط الفرس او الهدف الاساسي في تعليم الطفل القراءة، انا ضربه على قراءة ايه، كلمات وجمل مش حروف فقط لا غير. وبكده يعني انتهينا من هذه الحلقة، اشوف حضراتكم في حلقة جديدة ان شاء الله من دورة الطفل العبقري في تعليم مبادئ القراءة والكتابة. ما ننساش نفعل الجرس وننساش نشترك في القناة ونعمل مشاركة لهذه الفيديوهات حتى تعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.